بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن جمل الاف وجمل الاف الس. جمل الاف اللي هي تعتبر من الجمل البسيطة اللي نقدر نستخدمها في انشاء الجمل الشرطية. طيب، اول حاجة هنبدأ بيها قواعد كتابة جملة الاف. انا هعمل خطين هنا وهشتغل على اليمين جمل الاف وهشتغل على اليمين الشمال جمل الاف وهشتغل على اليمين جمل الاف الس. طيب، قواعد الكتابة بقى اللي هي بنسميها السنتكس. السنتكس بنكتب كلمة اي اف لو عندي ستيتمنت واحد مثلا، وبعد كده الاف بفتح قوس واكتب بداخلها الكونديشن. الكونديشن اللي هو الشرط. الشرط ده لو اتحقق هينفذ الترو ستيتمنت، ولو الشرط ما اتحقق وبعد كده ينفذ جملة التكملة اللي هي اس اي اس 3. لو حبينا نرسم خريطة تدفق فلو شارت كده بسيطة توضح ترتيب تنفيذ الجمل، فانا في البداية هنفذ اس 1 دي جملة، ولازم في النهاية انهي باس 3، وهروح اختبر الكونديشن العلامة الدايموند دي اللي هو اختبار الكونديشن، والعلامة دي لازم يطلع منها سهمين، سهم اليس وسهم النو، اللي هو لو هينفذ ايه، لو هينفذ الترو ستيتمنت، لو لا مش هينفذ حاجه، وبعد كده لازم ينهي على اس اي اس 3. طيب، ملاحظات. بلاحظ ان البرنامج ده، البرنامج اللي احنا كتبناه ده، بيتكون من ثلاث جمل رئيسيه. الجمله الاولانيه هي جمله اس 1، الجمله الثانيه هي جمله اف كلها بالشرط بتاعها بالترو ستيتمنت، الجمله الثالثه هي جمله اس اي اس 3. وهيوضح الكلام ده في مثال وهنشوف دلوقتي. خلينا ايه نتابع. طيب، بالنسبة لقاعدة اف الس، طريقة الكتابة السنتكس بتاعنا، بكتب جملة واحد هنا، بكتب بقى اف وافتح قوس وبكتب الكونديشن وبقفل القوس. الكونديشن هو الشرط، لو الشرط اتحقق ينفذ الترو ستيتمنت اس تي ام تي، الس لو الشرط لم يتحقق بكتب الفولس ستيتمنت، وفي النهاية بنهي بإس إيه إس 2. ناخد بالنا إن عدد الجمل برضو هنا 3. لو أنا جيت رسمت عدد الجمل، الإس 1 دي جملة، الإف إلس كلها على بعضها جملة، والإس 2 إيه جملة. لذلك لو بدأت إس 1 وأنهي بإس 2 وفي النص أختبر الكونديشن بتاعي، الكونديشن دوت احتمال يكون يا بترو ليس أو نو. لو كان بترو هنفذ الترو statement، لو كان بفولس هنفذ الفولس statement، وبعد كده انهي بايه باس 2. ده كده ايه السنتكس، قواعد الاف وقواعد الاف الس. ما ينفعش ندرس الكلام ده كده، لازم ناخد مثال، وبعد كده في الحلقه الجايه ان شاء الله هناخد تريكس على كيفية كتابة الاف، امتى احط اقواس، امتى ما احطش اقواس، امتى ازاي اكتب الكونديشن الشرط. في كده بعض التريكس دي هنخليها للحلقة الجاية. اما الحلقة ديت هناخد مثال، بيقولي رايت مثال صغير كده اجافا، اكتب برنامج بالجافا بلغة الجافا، تو ريد تو نمبرز عايز يقرأ رقمين، ذن نمبرز then find the max، وهيطبع الايه الكبير في الرقمين. فاول حاجة الجولز بتاعتنا، الاهداف بتاعتنا، رقم واحد قراءة الرقمين read two numbers، دي رقم واحد. رقم اتنين find the max، اوجد الكبير. رقم تلاتة display max، اطبع الايه max. لو جينا نتخيل شكل السكرين الشاشة بتاعتنا ورسمنا ايه شكل شاشة كده، وفي النص هنا بنطبع زي ديكور كده بزينة، جمل زينة للشاشة، ماكس تو نمبرز، وناخد شرط كده ونقول له انتر اكس يساوي، انتر واي يساوي مثلا هنا اتنين هنا تلاتة، بنقول له the max is 3. هنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين يكون عندي ذاكرة
والذاكرة دي فيها مخزن اسمه اكس وفيها مخزن اسمه واي، هندخل فيها القيمة 2 والقيمة 3، وبعد كده هنقارن ما بين الاكس والواي، والكبير هنحطه في مخزن وليكن هنسميه ماكس. طيب لذلك انا هفتح ملف كده، ملف ده وليكن هسميه ماكس تو نمبرز دوت جافا، والبرنامج دوت هاجي افتح كده هقول له امبورت عشان القراءة طبعا، وهستخدم السكانر، فامبورت جافا دوت يوتيليتي دوت سكانر، وبعد ما اشتغل على السكانر هنا هقول له public class واسميها max to numbers، وافتح قوس واكتب دالة المين public static void main، وهنا بتاخد بين قوسين string args، زي ما اتفقنا ان الاقواس المربعة ممكن تتكتب قبل الارجز او بعد الارجز. طيب اول حاجة هحضر المخازن integer x وy و ماكس، دول الثلاث مخازن اللي انا ايه هستخدمهم واخزنهم في الذاكرة. بعد كده احضر سكانر اس تساوي نيو سكانر وبين قوسين سيستم دوت ان، واقفل القوس. بعد كده ابدا اطبع جملتين اللي هم ايه الديكور بتوع الشاشة، باك سلاش تي باك سلاش تي، واقول له ماكس تو نمبرز، واقفل هنا سيمي كولون. بعد كده اطبع واقول له باك سلاش تي باك سلاش تي، واحط شرط 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 كده، واقفل وسيمي كولون. بعد كده هو ابدا اقرا بقى، ادي له اوامر القراءه اللي هي ايه اللي هي اطبع سيستم دوت برنت، واقول له انتر اكس يساوي انتر اكس يساوي، واقول له اكس يساوي اس دوت نيكست انتجر قراءة قيمة الاكس، ادي الامر اللي يقرا قيمة الاكس. بعد كده ادي له امر برنت عشان اقول له انتر واي يساوي. الحاجات دي المفروض احنا من كتر كتابة البرامج بدأنا نعرفها، يعني اللي هي انتر واي يساوي، وبعد كده اقول له واي تساوي اس دوت نيكست انتجر، كده قرأنا الاكس وقرأنا الواي. نبدأ بقى جملة الاف، اف الاكس اكبر من الواي في الحالة دي الماكس يساوي اكس، الف في الحالة دي الماكس يساوي واي. بعد كده ابتدي اطبع اقول له ذي ماكس الكبير از بين دبل كوتيشن زائد الايه الماكس، كده انا اوجدت الكبير، واقفل الدالة المين واقفل الكلاس، ويبقى انا كده خلصت البرنامج ايه بتاعي. ساعات بنحب نرسم فلوت شارت للبرنامج دوت عشان نسهل الدنيا، ده برنامج كامل المفروض انتوا تطبقوه على الاجهزه وتشوفوا النتيجه بتاعته هتبقى شكلها ايه. لو حبيت ارسم فلوت شارت للبرنامج دوت هقول له هنا ستارت ابدا، واول حاجه هعملها اقول له ريد الاكس والواي والاكس والواي بس. بعد كده هكمبير اعمل كومباريزون، لو الاكس اكبر من الواي في فرع الترو اليس وفرع النو اللي هو الفولس، يعني الترو والفولس اليس والنو. لو اتحقق الكلام ده في اليس هقول له الماكس ايكوال اكس، يعني ضع الاكس في المخزن ماكس، لو لا الماكس ايكوال واي. وبكده اقدر ان انا اطبع اقول له برنت الماكس وستوب. خلاص دي كده الفلوت شارت كرسمه علشان تحدد لنا ايه اكبر برنامج لاكبر رقمين، قراءه رقمين وايجاد اكبر الرقمين. بكده نكون خلصنا، شكرا والى اللقاء.